السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. الراجل اللي اسمه فلاديمير بوتين ده، اللي هو رئيس روسيا، الراجل ده خطير فعلا، ضابط مخابرات عقر، يعني ذكي جدا ومحترف جدا. نجح في إن هو يسخر قدراته المخابراتية اللي استمدها من سنوات عمل سابقة في قلب الاتحاد الأوروبي أيام الاتحاد السوفيتي السابق، كان له دور خطير جدا. نجح في إن هو يستفيد من التجربة بتاعته ديت من خلال قيادته لروسيا. الراجل ده وجه رسالة للقيادات العربية المجتمعة حاليا في قلب الجزائر في القمة 31، قمة لم الشمل العربي كما أطلقت عليها الجزائر الشقيق. وجه رسالة خطيرة جدا، إلى درجة أن الرسالة دي بيعتبرها بعض المحللين بمثابة رسالة تمرد، أو هو بيقود تمرد غير عادي على المستوى العربي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس التوقيت اللي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قطع كل العلاقات اللي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الكثير من دول العالم بالهلفطة والزهايمر بتاعه والحاجات الخيبانة اللي بيعملها وبسوء التصرف بتاعه في أزمة روسيا وأوكرانيا، في هذا التوقيت تحديدا نفاجأ بأن فلاديمير بوتين بياخد هذا التمرد جوه القمة العربية. عاوز اقول لحضراتكم ان دولة الجزائر بذلت مجهود كبير جدا في سبيل ان القمة العربية دي تطلع بنتائج ايجابية، وان كنا نشك في ذلك مش قصورا في دور دولة الجزائر. دولة الجزائر اكتر دولة عربية بذلت جهود قبل القمة دي بسنة كاملة، يعني الجزائر شغالة عبر مباحثات وجولات مكوكية للرمطان العمامرة اللي هو وزير الخارجية الجزائري، بالإضافة إلى مباحثات أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى قيادات الجزائر كلها، حاولوا خلال الفترة اللي فاتت إن هم يسخروا كل الإمكانيات والقدرات والمباحثات والتواصل مع القيادات العربية في سبيل إن هم يخرجوا بأفضل نتائج إيجابية لهذه القمة، إلا أن مع الأسف البند لا يسمح، لأن عناوين كبيرة جدا أنت شلتها وقررت أنك أنت تحطها قدام القيادات العربية، ملفات لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك أنت تقدر تتوصل فيها لنتائج إيجابية، مستحيل. إشكالية القمم العربية أن هي بتحط عناوين كبيرة جدا فتكون النتيجة صفر، لازم نعترف. يعني أنك أنت بتدعم القضية الفلسطينية ثم لا شيء هتدعمها ازاي؟ يعني انك انت بتؤكد على حق الشعب مثلا الليبي في تقرير مصيره وانه لابد من خروج كل القوات الاجنبيه، طيب ازاي؟ وان دوله سوريا العزيزه لابد ان هي اساسا تشعر بالامان وانه لابد من التصدي للارهاب اللي موجود، ازاي؟ ده انت المفترض جدلا اساسا تخصص قمم متفرقه أو توزع من خلال القمة ديت مجموعة من اللجان، اللجان ديت بشكل سريع وعاجل تبدأ تتخصص في القضايا الفرعية البسيطة فتبدأ من القاعدة وصولا للقمة وليس العكس. المهم طبعا حصلت اشتباكات كتيرة جدا، وحاول الوفد المغربي حتى الصحفيين المغاربة بتوع المغرب اللي جايين عشان يغطوا القمة افتعلوا المشاكل للجزائر. ازاي ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي؟ خلونا بس مع الرسالة بتاعت فلاديمير بوتين اللي وجهها للمجتمعون في قلب القمة العربية. بعت رسالة للمشاركين في القمة العربية قال فيها اكد على اهمية الدور اللي بتلعبه دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الدول بتاعتكم ليها دور غير عادي أساسا في الأحداث الدولية، وقال العالم بيشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة خاصة على مسار تشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض،
وأكد على أهمية الدور اللي بتلعبه الدول العربية في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد. ثم قال إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي بيبلغ تعداد سكانها 500 مليار نسمة تلعب دور متزايد الأهمية في تشكيل النظام العالمي الجديد القائم على مبدأ المساواة والعدالة. أنتم يا مجموعة الدول المجتمعة في قلب القمة العربية، بالإضافة إلى الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط، ليكم دور مهم جدا في تشكل وإعادة تشكيل النظام العالمي الجديد. الدول بتاعتكم اللي بتضم 500 مليار نسمة، الدول ديت ليها دور محوري وبشكل غير عادي. ثم إن النظام العالمي ده اللي احنا بنسعى لتشكيله قائم على المساواة والعدالة والاحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض. شفتوا الخطاب جاي ازاي؟ الولايات المتحدة الأمريكية اللي بدأت تتحرك في سبيل ان هي تفرض عقوبات على السعودية والإمارات وكل الدول اللي رفضت تنفذ قراراتها بزيادة انتاج النفط اللي هم داخل منظمة أوبك بلس. في نفس التوقيت ده اللي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضغط على الكثير من دول العالم، كل الدول اللي رفضت تنصاع لرغبات الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حصار روسيا، نجحت روسيا في أن هي تتقارب مع هذه الدول بشكل قوي للغاية. بدأت روسيا في أن هي مع الصين طبعا تعيد تشكيل النظام العالمي القائم على الندية والعدالة واحترام بعضنا البعض واحترام المصالح المشتركة. ثم منسيش فلاديمير بوتين ان هو يوجه الرسالة بتاعته للناس المجتمعة وللقيادات العربية المجتمعة في قلب دولة الجزائر حاليا. الراجل بيجيد التعامل مع الآخر، الراجل نجح في ان هو يكسر كل الحواجز اللي بينه وبين كل دول العالم، بالذات الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط. نجح في إن هو يتقارب مع دول زي إيران، نجح في إن هو يضفر العلاقات بشكل كويس جدا مع كل دول أوبك بلس، نجح في إن هو يعمل ملفات مشتركة مع الدول الأخرى. النتيجة كسر الحواجز، النتيجة نجح في التقارب مع هذه الدول، النتيجة تضفير العلاقات بشكل قوي للغاية. نجح في أن هو يقيم هذه العلاقات على جثة الولايات المتحدة الأمريكية. تقدر حضراتكم تقولوا أن الولايات المتحدة الأمريكية بتطلع في الروح، مش بتطلع في الروح كقوة دولية، لا بتطلع في الروح كنظام عالمي انفرض بالعالم خلال السنوات اللي فاتت وفرض إرادته على الجميع. ذكاء فلاديمير بوتين نجح في أن هو يسخر كل الوضع العالمي لصالح روسيا، نجح في ان هو يعمل عملية تجبيه مش لصالح روسيا فقط لا غير، ولكن لصالح النظام العالمي الجديد الذي بدأ في التشكل. الرسالة اللي تم ارسالها للقادة العرب المجتمعين حاليا في دولة الجزائر الشقيق عبر القمة العربية رقم 31، هذه الرسالة تعتبر بمثابة نوع من التمرد بيقود فلاديمير بوتين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وخلونا نتفق أن هذا التمرد أساسا جاي لصالح دول المنطقة العربية. طبعا قمة الجزائر اتحط فيها عناوين كبيرة قوي، من وجهة نظري بقول أن العناوين ديت أو جدول الأعمال ده جدول وهمي، جدول إعلامي. قضية الفلسطينية، التضامن مع لبنان، الملف السوري، الأزمة الليبية، اليمن، السودان، الصومال، حتى جزر القمر، التدخلات الإيرانية في المنطقة، التدخل التركي، الإرهاب، إلخ إلخ إلخ. كل العناوين دي يا جماعة ما أعتقدش إن هي هتأتي بنتيجة إيجابية، اللهم إلا إذا حدث طارئ جامد جدا بحيث إن هو غير الدنيا بين ومضة عين وانتباه، وإن كنت أشك في ذلك. طبعا أنا عاوز أقول لحضراتكم أن دولة المغرب افتعلت الكثير من المشاكل خلال هذه القمة، بدءا من
الاحتجاجات الشديدة، ازاي ان في قناة تلفزيونية جزائرية بتنزل الخريطة والخريطة ديت موجود عليها ان الصحراء المغربية هي الصحراء الغربية، الكلام ده ما ينفعش، ما ياكلش معانا ب3 قروش، لا 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 احنا محتجين، ازاي ان جامعة الدول العربية اساسا ما تركزش وتعمل وتسوي. اخوانا في ايه؟ قناة تلفزيونية نشرت خريطة زي ما احنا في قناة مصر بننزل خريطة، الخريطة ديت فيها بعض الأشياء اللي ممكن ما تعجبش البعض، لأن الخريطة ديت ممكن تكون متداولة على الإنترنت، وبالتالي أسرة الإعداد حطت الخريطة من غير ما تاخد بالها. لا 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 دي مؤامرة، مؤامرة من الجزائر. إزاي يا بابا؟ القناة الجزائرية اللي بثت هذه اللقطات وهذه الخريطة، القناة ديت أساسا هي الراعي الإعلامي الرسمي للقمة العربية. جامعة الدول العربية قالت احنا ما عندناش رعاة، وديت قناة زي آلاف القنوات اللي بتقوم بتغطية القمة، واحنا ما عندناش خريطة معتمدة أساسا للدول العربية. الخريطة المعتمدة لدى جامعة الدول العربية خريطة بلا حدود نهائيا. ليه؟ اتساقا مع مبادئ جامعة الدول العربية، وطن واحد وأمة واحدة، لكن طبعا الفعل ما فيش. ده جزء. الجزء الثاني، فوجئنا ان بعض الصحفيين المغاربة اللي وصلوا الجزائر افتعلوا المشاكل وقالوا السلطات الجزائرية مش عاوزة تتعاون معانا، الجزائر رفضت التعاون معانا، احنا بيتم معاملتنا معاملة سيئة للغاية، ازاي ان يتم التعامل معانا بنفس الطريقة ديت، ازاي لحد دلوقتي ما ادتناش الايديهات اللي احنا نتحرك من خلالها. الجزائر اعلنت ان فيه 14 واحد صحفي وصلوا من دولة المغرب، ال 14 دولي فيهم 9 أسماءهم مش مذكورة في القائمة اللي بعتتها المغرب للأمانة الفنية للقمة، يعني في 9 صحفيين مش معتمدين. جايين تهيصوا ليه؟ جايبين التسعة معاكم ليه على الرغم من ان اساسا اسمائهم مش مسجلة؟ فوجئنا الصحفيين المغربيين عاملين لبش الى درجة ان رئيس نقابة الصحفيين المغربيين معرفش اسمها ايه بيسموها ايه، ازاي والكلام ده ما ينفعش، وانتقد وبدأوا يبثوا اساسا مجموعة من البيانات في التو واللحظة، محاولة طبعا لتشويه صورة دولة الجزائر خلال القمة اللي بتعقد حاليا واللي المفترض جدلا هتنتهي النهاردة. مش عارف ازاي هتنتهي خلال 48 خلال 24 ساعة. ربط النعمة وزير الخارجية الجزائري قال ان الاجتماعات التشاورية لوزراء الخارجية العرب كانت ناجحة، وتم التغلب على كل الصعوبات من اجل الوصول لتوافق عرب على القضايا المطروحة، وقال ان الاجتماعات ركزت على النقاط المشتركة والابتعاد عن الخلافات. والله دور جيد جدا من قبل دولة الجزائر العزيزة، وربنا يكون في عونهم بصراحة ربنا. رسالة من الرئيس الروسي للمشاركين في القمة العربية المنعقدة في الجزائر. جدول أعمال قمة العرب 31 يتضمن 20 قرار. رمطان العمامرة، اجتماعات الوزراء العرب تغلبت على الصعوبات من أجل التوافق، الصحفيون المغاربة في قمة الجزائر غير قادرين على العمل. طبعا ده اسمه شغل تهريج وشغل عك وكذب وأضاليل في سبيل تشويه صورة دولة الجزائر العزيزة زي ما احنا ذكرنا لحضراتكم. في كل الأحوال احنا في انتظار نتائج القمة العربية، وإن كنا متوقعين ان النتائج بتاعتها تكون بنفس الطريقة السابقة. ما هو الجديد؟ قلنا واكدنا مرارا وتكرارا ان الاشكالية اللي احنا بنعانيها في قلب المنطقة العربية ان احنا بنتحرك في عناوين فضفاضة قوي فلا تسفر عن اي شيء. الصحيح انك انت تبدأ من القاعدة، الصحيح انك انت تبدأ تخصص القمم بتاعتك مش مجرد انك انت تتضامن مع الدول وقضاياها العمومية اللي انت مش هتقدر تحلها اساسا لان القضايا ديت متشابكة على المستوى الدولي. الصحيح ان ده ما يكونش دور القمة العربية اللي بيلتقي فيها قادة العرب. القمم التي يلتقي فيها قادة العرب ديت تخصص للاشياء التحتية، بينما تضامنك مع القضايا العامة للدول العربية يكون عبر بيانات. أنت ما انتش في حاجة إلى قمة يجتمع فيها القادة العرب فتنتج في النهاية مجرد بيان فضفاض.
إنما سيادتك مفروض إنك أنت تنتهز فرصة اجتماع القادة العرب في إنك أنت تحط خطة عمل للتوافق العربي والتعاون العربي المشترك على المسار الاقتصادي اللي هو أساس الشغل العالمي كله. إنك أنت إخواننا القمة دي مخصصينها إزاي؟ إن إحنا نلغي الجمارك على السلع الفن اللي مثلا التكنولوجية، فأنت تبدأ تبحث المعوقات وتاخد قرارات ثم تشكل لجنة للتنفيذ. قمة تانية النفط، إزاي النفط العربي يكون بمثابة أداة قوة اقتصادية وسياسية للمرحلة القادمة للدول العربية. رقم اتنين، إزاي إن أنا أشكل صندوق عربي على غرار صندوق النقد الدولي بحيث إن الدول العربية تقرض فيه الدول الأخرى بمعدل فايدة بسيط للغاية، بدل ما أنا ألجأ لصندوق النقد الدولي ويزل أنفاس أهلي فانكسر فانت تضيع معايا. وبالتالي ازاي ان انا اعمل الصندوق ده. قمة تالتة، ازاي ان انا اعمل منظومة اعلامية عربية تتحدث بشكل مشترك عن القضايا العربية بحيث اطلع منهم 3-4 قنوات فقط واستفيد من كل المراسلين العرب الموجودين في كل دول العالم يخدموا على الثلاث قنوات دي. قمة. قمة خمسة، ازاي ان انا اعمل قوة عسكرية عربية بسيطة في البداية، اعمل 5000 المرة دي، 500 من هنا، 300 من هنا، 200 من هنا فقط، 3-4 دبابات من هنا، 3-4 صواريخ من هنا، وابدأ اشكل ثم اوكل المهمة لوزراء الدفاع العرب. هي دي القمم العربية. اما انك انت تقول لي أنا متضامن مع الموقف الليبي ونؤكد على مقررات الاجتماعات البازنجانية اللوزعية العبقرية السياسية المهلبتية التي انطلقت من مش عارف من في إيه، أنا استفدت إيه؟ ما استفدتش حاجة. سعادتك القيادات العربية تعقد اجتماعها عشان إيه سعادتك؟ عشان في النهاية تطلع لي بيان. البيان ده ما فيش اي دولة عربية بتستفيد منه حتى اللحظة الراهنة، يبقى شكرا جزيلا انت كده ما عملتش حاجة. العكس هو الصحيح، تبدأ من القاعدة. يا ترى ممكن نوصل للمرحلة ديت لحظة من اللحظات؟ نتمنى ذلك.